السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. اليوم جيت على نورث كارولاينا، ساعتين سواقة عشان أدخل هذا القصر. هذا قصر بلتمور، من القصور الأثرية في البلد. خلص بناء 1890 أو 1895، في 250 غرفة. كان من أغنى أغنياء أمريكا، من الناس اللي حتى كان ممكن إنهم يداينوا الحكومة على أيامها. المشكلة ما سمحوا لنا إن ندخل، لأنه اللي عشان الكوفيد وكذا، وباعوا التذاكر. لازم أعمل حجز قبل بأسبوع أو أسبوعين. هذول الناس طبعاً بيدخلوا ناس اللي عندهم على الوقت معين وعلى ساعة معينة. هذا دخول تبع الساعة 5:00 أو 5:30، وللأسف ما دخلوني. ولكن دفعت تذكرة، قال على الواحد 59 دولار أو 60 دولار بس عشان يتفرج على الحديقة ويتفرج عليه من برا. ولكن حكيت يعني إنها مستاهلة، بما إني جيت أنا ومأنس إن نرجع هسه ساعتين سواقة ومن غير ما نشوفه على الأقل من برا، مش مستاهل. فدفعنا ودخلنا نتفرج. وصراحة المكان يعني كبير. الزلمي هذا كان عنده تقريبا 125,000 إيكر، يعني الأرض 125,000 إيكر. الآن بكرة إن شاء الله بعمل لكم حلقة وبحكي لكم شو يعني المقاسات، الإيكر كم يعني مقاسة بالدنم أو بالهكتار أو بالفدان. إن شاء الله رجع هاي. وهي الباصات طبعا اللي بتجيب الناس على المنطقة هاي. احنا جينا بالسيارة. طبعا المكان كبير كبير، أكبر ما إنك تتخيل كبر المكان. المكان وين فيه نوافير، يعني هو الآن الرجل هذا باع بعد ما مات بال 1914 مات الرجال، وأتوقع يعني الآن فقط عنده 8000 إيكر فقط في المنطقة. فنبدأ أخذ لكم صورة سريعة عن المنطقة أو عن القصر تبعه، فتتفرجوا عليه وتأخذوا فكرة عنه على الأقل. يعني سامحوني إني ما راح أقدر أدخلكم جوا وتشوفوه معاي، لأن أنا أصلا مش راح أقدر أدخل. فبدي أعطيكم صورة خارجية عن المنطقة أو عن القصر من برا. ولكن القصر جميل جدا، في 250 غرفة غير الأشياء الثانية، يعني في مصعد وفي كل شيء ممكن بدك إياه. هذا هنا الخروج من القصر للناس اللي دخلوا جوا، شايفينه؟ يعني قصر جميل جدا. تخيل هذا انبنى بال 1895 خلص بناه، كله عبارة عن ممرات ودهاليز بتجيبك للقصر، وشكله صراحة كثير جميل وحلوة. فبدي أخليكم تشوفوا على الأقل هنا الباصات اللي بتجيب الناس. طبعا فيها جاردن، هنا في حديقة. الرجال هذا أتوقع بالألف يعني افتتحوا، جاب تزوج واحدة من فرنسا وجابها وفرجاها هي. فيعني بدك تأخذ توار، وفي عنده جاردن وفي عنده مية، فكل إشي ممكن تتخيل بهالقصر موجود. عشان تدخل من القصر هذا من الشارع الرئيسي تقريبا 3 مايل أو 2 مايل ونص. طبعا كل مايل هو 1.6 من 10 من الكيلومتر، يعني كل 1.6 كيلومتر مايل. فتخيل بس الدخول له تقريبا 2.5 مايل. طبعا المنطقة جميلة والقصر جميل. فنعطيكم شوية لمحات عنه. الموقع طبعا هاي منطقة اسمها آشفيل نورث كارولاينا. ودخولية القصر أتوقع تقريبا 100 وشوية دولار على الفرد الواحد. ولكن طبعا هاي شغلة ما بتعملها كل يوم، فبتعملها يعني كل فترة وفترة، يعني أول مرة في العمر. طبعا خليني أخذكم جولة كمان تشوفوا المنطقة الخارجية على الأقل. اطلع كيف المنطقة الخارجية، شايفين كيف هاي بحيرات عامل بس زي نوافير. شو هذا شايفينها؟ طبعا كبيرة هي. هاي منطقة الجاردن، وهنا زي العريش، زي عريشة العنب بس مش عنب. هاي طلع كيف جاي، هنا كان يقعدوا وبتطل برا على الجبال.
طبعا فيها عامل مجسمات واصنام، طبعا في سواح من كل مكان موجودين. معلومات، شوف المنظر من هين مثلا الخارجي ما اجمله. وطبعا المنظر بطل على جبال، يعني شايفين كيف بطل على جبال من برا. طبعا هي القصر هيو هنا، فالغرف الخارجيه بتطل كانت على املاكهم، يعني طلع بتكون كيف بتطل على الاملاك تبعتهم اللي عندهم 125 الف ايكر تقريبا. وفيهم مصورة كلمة طبعا كلها المنطقة ومناظر. وفي هناك حديقة خارجية بتطل كمان على منطقة الفلاورز للورود وغيرها من الأشياء الثانية. وهي عنده يعني لو واحد سقط من هين بموت على طول، يعني واطي جدا جدا هي هاي. في عنده حتى بتطلع بحيرة، مش عارف اذا شايفينها ولا لا، هاي بحيرة. والجبال هيك حواليها. المنطقة عبارة عن سواح، اغلبهم سواح من جميع الجنسيات. مش عارف انا ما بدي يعني حكيت اعطيكم صوره على السريع تشوفوا المنطقه كيف. وهيك اذا كتب الله عز وجل وجيت مره ثانيه ودخلت في المستقبل لهذه المنطقه او لهذا البيت ان شاء الله، اذا دخلت ان شاء الله في المستقبل، طبعا من هناك ما تروح راح تلاقي حتى مناظر ثانيه. خليني افرجيكم اياها بسرعه. طلع كيف كان فيها اشياء اضافات صغيره ولكن عامله فرق وجمال. وكل مكان باخذه كمكان اخر. يعني مثلا هاي من تحت طلع كيف هذا هين باخذك المناطق تحت زي عرايش هين كمان للجلوس. وهاي بتروح تاخذك على الجاردن. طبعا هذا القصر بالحق زي ما حكيت لكم قصر بلتمور في نورث كولوراينا في منطقة اسمها اشفيل، من المناطق السياحية الجميلة جدا. وفيها يعني كذا منطقة يعني جميلة جدا ممكن تطلعها على الجبال، منطقة البلو ريدج ماونتنز، مناطق يعني عالية جدا بتشوف فيها سلسلة جبال البلو ريدج، منطقة كثير كثير حلوة. هناك هين قعدات كانوا يقعدوا زي ما حكيت لكم، هين في نوافير في كل مكان وجلسات معينة. وهنا الجاردن ريلوي، هم تاخذك للجاردن للحدائق الموجودة تحت اللي تابعة للقصر. المهم أنا حطيت أعطيتكم صورة مختصرة عن هذا المكان القصر التاريخي، وإن شاء الله تكونوا أعجبتوا فيه. آخر ننهي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأشياء اللي عجبتني صراحة اللي عجبتني في قصر بلتمور هاي الأشياء اللي هنا زي البحيرات صغيرة وحاطين فيها كله أسماك للزينة، صراحة جميلة جدا وأحجامها جدا حلوة. وكل مكان هيك ما أحلاها يعني. سوف بدي أكبر لكم الصورة يمكن يبين معاكم الأحجام تبعت
سمك الزينة. خليني أكبركم إياها الصورة على الأخير. أسماك كثير كبيرة صراحة وضخمة وجميلة جدا جدا. وعامله منظر جميل جدا. أحجام أحجام جدا كبيرة وضخمة صراحة وكل مكان. عمري ما شفت لك هيك أسماك كبيرة كثير بهالحجم هذا. طبعا لله الحمد دخلنا الآن. ما تمشي وراهين ظلك ماشي. دخلنا جوا القصر الآن الحمد لله. هاي الدخولية. هاي الدخلة. قصر صراحة ضخم جدا جدا. أنا ما توقعت الضخامة هاي صراحة. إذا بدك تسأل 11 رقم 2 هسا بحكوا لك شو هي. 11 رقم 2 بحكي عليه لك بحكوا لك شو هاي الغرفة. بس هيك واضح. هاي غرفة البلياردو وغرفة الترفيه تبعتهم كانت. هاي الغرفة الثالثة. صراحة ضخمة جدا جدا. يعني جميلة جدا جدا. وهنا الفاير بليس تبعتهم. هنا بتمثل العريس ايامها صاحب المحل او صاحب القصر ومرته. طلع جميل جدا جدا يعني ضخم 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 بشغله لا تتخيلها عقلي صراحه. هذا انبنى بال 1800 تخيل 1895 خلص بنائه. يلا بس تمشي. ايوه هيك ظلك ماشي ورا هذا. عندك سؤال ادعس على الرقم اللي انت موصوله عليه. اعطونا جهاز بندعس على اي غرفه احنا مثلا احنا فيها وبيحكي لنا مواصفات شو الغرفه الموجوده وبيشرحوا لنا عنها. هاي غرفه الاكل بريكفاست روم. هنا كانوا يفطروا. السقف كله مزخرف. هذا الصالون زي صالون بيتنا في الأردن.
الصندوق. هاي البرندة تبعتها، تراك البرندة على ايش بتطل؟ صراحة جميل جدا 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 المنظر. هاي البرندة. يعني هذا القصر اخذت مني ساعتين عشان اوصله. في اشفيل نورث كولورادو. تقريبا يعني من المناطق طبعا صراحة المستاهل الواحد يجي يشوفها، شوف كيف هذا انبنى ب 1895، يعني شوف كيف ايامها شو كان هذا الرجل يملك من الاموال. هاي المكتبه تبعته. خلصنا احنا ولا شو هذا بعد الوقت؟ بيجت مش مشكلة هاي الطابق الثاني الآن احنا طالعين عليه في القصر. ليش كيف اللايت؟ ما في لايت، لا ما في لايت اصلا. طبعا انا الان حاولت وقفت الان التصوير، صورت على طول شوية ولا 1% او 5% من القصر او 10% بالكثير. طبعا بعدين منعوني اصور، حكوا لي التصوير ممنوع جوا، فاحتراما طبعا لهم وقف التصوير. بس في جوا يعني غرفة المطابخ، في غرفة الغسيل، الملابس، غرف لل يعني للجلسة، للأسلحة، حتى السويمنج بول، وغرفة للرياضة. يعني مقسم تقسيم غريب جدا، غرفة للطبيخ طبعا أنا حاولت إنه أو حتى للمشاوي عفوا، فحاولت إني أوقف وأمشي على القوانين تبعتهم. ولكن أعطيكم الآن الحمد لله أنهم دخلوني، لأنه أنا يعني الأصل اليوم حكوا ما بدخله، ولكن أنا شرحت لهم إن أنا جاي ساعتين سواقة، فحكوا لي بس من داخلك على آخر تور، على آخر جولة. ودخلت بآخر جولة وطلعت بسرعة عشان ألحق كمان أرجع على البيت. فأنا الآن أعطيكم صورة مبسطة، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا بهالجولة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونمضي كمان بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.